شو رأيك تتغدى معي اليوم؟ يا ريت سعيد، يا ريت. أنا آسف كتير ما بقدر، لأني قاعد أحضر محاضرة وبدي ألقيها في الجمعية النسائية. محاضرة؟ وللجمعية النسائية؟ شو موضوعها؟ يعني عن المرأة وحقوقها. يا سلام، ما أكثر محاضراتك عن المرأة وحقوقها. شو القصة؟ احكيلي. وليش لا؟ اسكت اسكت، خلينا نظبط أمور هالمجتمع ونعطي المرأة حقوقها. هيك معقول، وكمان بتتزبط الأمور. والآن نقدم لكم الأستاذ فريد عباس، نصير المرأة. وتبقى المرأة قابعة في الظل تعمل بصمت، لا تجد غير النكران من الرجل. سؤال مطروح، من أكثر أهمية، الرجل أم المرأة؟ الرجل الذي يأخذ من المرأة خلاصة حياتها ليستمر، أم المرأة التي تعطي خلاصة حياتها ليستمر الرجل؟ الجواب واضح، فالمرأة هي الأهم. المرأة هي الأرض التي تنبت الحياة، تنبت الشجر والأزهار. شجرة زيتون باسقة على مر العصور، تعطي وتعطي وتعطي بصمت، تعمل على تجدد الحياة. تلك هي المرأة، ولدت وولدت وأنشأت أجيالاً، المبدع المفكر العالم، ليبنوا العالم برقي. لذا وجب علينا نحن رجال هذا العصر أن نمد أيدينا بحب وحنان، بانحناءة كبيرة برؤوسنا وقبلة من شفاهنا ليد المرأة. وقبل أن نفتح باب النقاش أستميحكم عذراً، دعوني أصمت، فالصمت في حرم الجمال جمال. بتصدقي إني مبارح ما نمت؟ ليش؟ كلام الأستاذ في المحاضرة كتير كتير أثر فيه. أبصر إذا متجوز ولا لا؟ لاحظتي كيف كانت نظراته مركزها علي؟ ما أظن إنه متجوز. يعني يا اللي بدها تاخده. لطيفة كتير أستاذ فريد في المحاضرة. بعدين معك، هذه أكيد مجاملة. أبداً يا أستاذ فريد، أنت فعلاً كنت لطيف. يعني يلا لو رح تاخدك. يعطيك العافية. روح هات يا الطشت وعبيه مية وزيد الملح. طيب تفضل. فريد، أنا من زمان بدي أحكي معاك بموضوع مترددة. مترددة؟ هذا الشيء لو ليش مسخن المي، ما هي مثل الثلاجة. قولي قولي شو بدك تقولي؟ ليش هو أنا ناصب لك مشنقة؟ قولي شو بدك؟ فريد، لما تجوزنا أنت خليتني أسيب المدرسة، وأنت وعدتني بعد الزواج إنه ممكن أكمل الدراسة،
وأنا بصراحة السنة حابة أكمل التوجيه. الله يخليك، خليني أنتسب وأكمل. أهلاً أهلاً. توجيهي روح البسيرش بعد بنطلون وبلوزة وروح تعلمي. هلا وتعالي احضري محاضراتي بعد، وإذا ما عندش مانع البسيرش بنطلون جينز. وآن الأوان أن تتحرر المرأة وتأخذ دورها مشاركة الرجل في بناء مجتمع أفضل. وإنني هنا.